لغة الجسد مرآتك ومرآة الشخص اللي تتعامل معه. اليوم نتعلم كيف تستخدمها لصالحك وكيف تكشف كذب الشخص اللي أمامك. أول شيء خلينا نروح نسأل الناس كيف يمكن أن تكشف كذب من تتعامل معه. خلينا نشوف. إزاي تعرف اللي بيكلمك بيكذب عليك ولا لا؟ أحيانا اللي قدامي ما بيبقاش فيه اي كونتاكت، ما بيبقاش فيه تواصل بالعين، عين في العين مثلا، ببقى بكلمه عيني في عينه ويروح باصص الناحيه الثانيه وهو بيتكلم، بيعيد الكلام كذا مره مختلف عن بعضه. بتحس بيبان عليه؟ بيبان عليه ويعيد الكلام مرتين ثلاثه يختلف عن اول مره. بحسه متوتر، ايده مثلا مش ثابته، رجله دايما بتهز، مش عارف انه كان مواجهه وشه مش في مواجهه ليا كده يعني. ممكن اعرفه مثلا اللي بيكذب ده من تعبير عينيه، في ارتباك، حالته مش متوازنه كده يعني. بيتلجلج في الكلام وما بيبقاش كلام مظبوط وبيقعد يتلخبط كتير يعني. بتحس يعني؟ وبيطلع بيكذب فعلا؟ بتواجهه بتقول له؟ لا، افكاره دايما مش هتبقى متجمعه، هتلاقيه دايما بيبقى بيتكلم في موضوع يخرج من الموضوع من غير ما يقفله، يخش على موضوع جديد. زي مثلا وانا بتكلم معاه بيبقى باين قوي عليه ملامح وشه، وخصوصا لو حد اعرفه قوي يعني. بتواجهه لو حسيت حد بيكذب عليه؟ في بعض الاوقات ناس بواجهها وناس ما بواجههاش، مش فارقه معايا ان انا يعني، لو موضوع مش فارق معايا هواجهه يعني خلاص، لما خلاص علمت عليه يعني ان هو بقى كذاب. انما واحد فارق معايا وجوده هقول له لا انت ما بتحور عليا او بتكذب عليا. خبير تحليل الشخصيات ولغة الجسد الأستاذ مصطفى مسلم راح يكلمنا بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك. صباح الخير. أول شيء قل لي كيف لغة جسدي؟ أدتك إيجابي ولا سلبي؟ نوعا ما عندك ثقة بنفس بشكل ما، ظهرك مفرود بشكل ما، كتفك واسع بشكل ما، طب الحمد لله. وضعية رجليك برضو نفس الكلام، رفع الذقن برضو الذقن بشكل ما وبآخر، يعني عندك ثقة بنفسك بشكل كبير. طيب. كلها حاجات بتدل على الثقة بالنفس. طيب لكن كيف مثلا الشخص اللي أمامي ممكن أن يستفيد من هذا الموضوع وتكون في صالحه، يستفيد من لغة الشخص اللي أمامه لصالحه؟ لصالحه بمعنى ان هو يكذب عليه؟ لا لا، انا عارف انك انت بتكذب او عارف انك انت متوتر او انا عارف انه انت مخبي شيء، انا كيف اقدر استخدم هذا الشيء ضدك مثلا او انه في مصلحتي انا؟ بشكل كبير بان انا اقلب عليك الترابيزه بشكل ما. أيوة. اللي هو اسلوب قلب الطاوله. اسلوب قلب الطاوله بشكل ما، اسلوب بشكل ما ممكن نقول برضو ان انا ابدا اهرب، ابدا احاول ان انا اخلي المواضيع على مواضيع تانية، او احاول ان انا بشكل ما اختلط مواضيع تانية بعيدا عن الموضوع الاساسي بشكل كبير، احاول اهرب طول الوقت بشكل ما، احاول ارفع صوتي. يعني مثلا تكلمي حد في التليفون والشخص ده يكون بيكذب بشكل ما، يبدا يرفع صوته، يبدا يتكلم بشكل أيوة. مستفز بشكل ما بالنسبه لك، لكن مش هيسمعك. طيب. فورا هتلاقيه بيقفل. طيب خلينا نشوف بعض المشاهير ونبغاك تحدلين لنا لغة جسدهم وبتوحي بإيش. يعني عندنا مثلا هنا محمد رمضان، واضح انه واثق وما شاء الله شخصية يعني مش قوي. لا مش قوي. هذا كله مش قوي. مش قوي خالص، لان محمد رمضان من الشخصيات اللي ما كانش كده اصلا، يعني هي دي مش طبيعته هو اصلا كشخص، كان شخص يعني ابسط من كده بكتير. بسيط. صحيح. كان بسيط جدا، لكن هو تقمص الشخصيات اللي بيمثلها، يعني زي مسلسل الأسطورة أو المسلسلات بتاعته، هو تقمص الشخصية دي لأن الجمهور حب الشخصية دي. أيوة. فخلاص توحد مع الشخصية دي، ما قدرش أنه ينفصل عنها. بس فده بيحصل مع الشخصيات اللي أحيانا بيكون عندهم عدم ثقة بالنفس بشكل ما في بعض الأوقات بشكل ما. ده مما لا شك فيه يعني. طيب. خلينا نشوف كمان شخصيات أخرى. عندنا هذه اللقطة لتيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني. خلينا نتكلم على وفاء الكيلاني تحديدا، كيف تشوف لغة وفاء شخصية من النوع المعتزة بنفسها أو كرامتها بالنسبة لها رقم واحد، يعني هي بشكل كبير من النوع اللي دايما بتحب أنها تقود. لا، وهي شخصية واثقة من نفسها وقوية جدا. طبعا. يعني هي بتحب أنها حتى تقود
في العلاقه، ان هي تكون هي المحرك في العلاقه بشكل كبير. طيب بعكس تايم بيحب ان هو يكون سلس في العلاقه، او بيكون سلس في العلاقه عموما، مش من الشخصيات اللي بتكون متزمته، يعني هو همه راحته في العلاقه بس مش اكتر من كده. بعكس مثلا وفاء اللي دايما بتحاول توصل رسائل بشكل ما، بس العلاقه بينهم فيها توتر، طبعا فيها توتر كبير بشكل كبير. يعني انت بتقول العلاقه فيها توتر، ليش فيها توتر؟ في توتر لانها بشكل ما بدات في اخر في المهرجان ده تحديدا، من اول ما وقفوا ان هم يتصوروا بشكل ما، هو بيحاول ان هو يهديها رغم انها بشكل ما وضعيه جسمها كانها ثابته او متخشبه او ما بتحاولش انها تتفاعل مع الكاميرا. وحتى في الوقت اللي كانت المذيعه بتتكلم معاه او بتحاول تجري معاه حوار صحفي، هي كانت بتشده. وده في حد ذاته كان لها وجهه نظر، يمكن كانت ما تبغى توقف انها تسوي لقاء، وما تبغى اصلا هو يسوي لقاء، فيمكن عشان كده حصل هذا. مشكله، بس هي الفكره ما ينفعش ان ده يحصل قدام الناس، لان ده يعني نجم برضو لازم يكون ظاهر بصورة معينة. طيب كمان بصورة. نروح لنجوم آخرين وأثاروا دائما ما أثاروا الجدل، نتكلم عن شيرين وحسام، خصوصا في هذا المشهد اللي الكل علق على رد فعل شيرين وعلى ملامحها ووجهها. يعني بص هنا، ايش اللي حاصل؟ ايوه بص هنا شيرين وهي الشيخ عمال بيتكلم، بدات انها تتنهد، بدات انها تبص للسماء. هي اصلا تتنهد او تبص للسماء بشكل كبير، يعني بتبص للسقف بشكل كبير، بدات انها تنفصل عن العالم او تنفصل عن القعده دي بشكل كبير. شوفي مثلا حسام حبيب، القعده بتاعته فيها نوع من انواع الخضوع بشكل ما، فيها نوع من انواع الانغلاق برضو بشكل كبير. العلاقه بينهم بتفكرني بالعلاقه بين مثلا لما يكون في بنت بشكل ما ملقتش الحب اللي هي محتاجاه له من اهلها بشكل كبير، فبتروح ترتبط بشخص مثلا ممكن يكون توكسيك بشكل ما، هو ده مفهومها عن الحب اللي خدته، هو ده مفهومها، فبتعيد انتاج النموذج ده في حياتها من جديد ببساطه. فده اللي بيحصل مثلا مع نموذج مثلا، يعني بيكون زي مثلا مغناطيس، هم بيكون مغناطيس لبعض أكثر. يعني هي يمكن هنا في صورة الحب، هي إعادة إنتاج. بالضبط، يعني إعادة إنتاج للبيئة اللي احنا بنعيشها. بما أننا بتكلمنا عن الحب، خلينا نتابع مقطع فيديو من السوشيال عن علامات فضح الحب بلغة الجسد. الحب يعتبر فضيحة، العيون تبين، الابتسامة والكلمات تبين، إشارة اليدوية تبين. فعلمائنا شو يقولون؟ يقولون القلوب كالقدور مثل الجدر، القلوب كالقدور تغلي بما فيها، يعني تغلي. فالواحد يشم الريحة ويشوف الغليان، نفس الشيء في العلاقات الاجتماعية والمشاعر، فالمشاعر تفضح الإنسان من خلال لغة الجسد. هذه مشاعر الحب واضحة، التعامل، الابتسامة وكذا، ولكن كيف أعرف أن الشخص اللي قدامي قد يكون عنده حب لكن خافيه؟ يبان عليه بإيش؟ في علامات بالاهتمام بالأفعال، لأن أغلب الناس عموما ما بيكونش عندهم القدرة، أو هم ممكن نقول اتربوا على الكبت شوية، كبت المشاعر أكتر، فما بيعرفوش أن هم يعبروا عن مشاعرهم، أو مش بيعرفوا أن هم يصيغوا المشاعر اللي جواهم في هيئة كلام، أن هم يكون عندهم الانفتاح أو الجرأة أن هم يتكلموا مع الشخص اللي قدامهم، ما بيكونش عندهم ده. فبشكل كبير محتاجين دايما، أو بيعملوا أفعال بشكل ما بتوضح للشخص ده. والستات ده طبعا أنتوا شطار جدا في أنكم تفهموا الرسائل دي اللي بين السطور، ويعني صدقوا إحساسكم، يعني الإحساس هذا أهم شيء. طيب خلينا كمان نروح لشخصية جدلية جدا في مواقفها وقراراتها، الأمير هاري اللي ترك القصور في بريطانيا والاستقرار واستقر في أمريكا. صحيح. في أمريكا. وقبل ما نحلل طبعا حركاته وانفعالاته، خلينا نتابع تقرير عروب عبد الحق من بريطانيا. رسمياً لم تعد بريطانيا مقر سكن الأمير هاري وعائلته. الأمير المتمرد غير مكان إقامته رسمياً إلى الولايات المتحدة، كما أظهرت سجلات يعود تاريخها إلى يونيو 2023 ونشرت مؤخراً، أي اليوم الذي أكد فيه قصر باكنغهام أن الزوجين غادرا منزل فروغمور، آخر موطئ قدم لهما في المملكة المتحدة. هاري وزوجته ماغان في كاليفورنيا منذ أن تركا أدوارهما كأحد كبار أفراد العائلة الملكية في مارس 2020، حيث طلب من دوق ودوقة ساسكس نقل ممتلكاتهما المتبقية خارج المنزل القريب من قلعة ويندزور، بعد أسابيع من انتقاد هاري للعائلة الملكية في مذكراته.
ومنزل فروغمور في الأصل هدية للزوجين من الملكة الراحلة إليزابيث. لا تبدو أن هذه نهاية المشاكل للأمير، إذ قد يواجه الأمير متاعب في بلد إقامته الجديد إذا تم انتخاب دونالد ترامب، الذي توعد بإمكانية ترحيل هاري إذا اتضح أنه كذب بشأن تعاطيه المخدرات في أوراقه الرسمية. لصباح العربية من لندن، عروة عبد الحق. خلينا نرجع طبعاً لضيفنا لتحليل لغة الجسد. مصطفى، يعني شخصية هاري إيش حكايتها؟ ليش هو في هذا التمسك بميغان، برغم إنه الكل بيقول إنه ميغان شخصية واضح إنها صعبة أو ممكن مسيطرة عليه، متحكمة بشكل كبير، هي اللي بتقوده. هو بصي، هو الأمير هاري بشكل كبير دايماً جواه غضب بشكل ما. الغضب ده لما بيمتلك من الإنسان أو بيتملك من الإنسان بشكل ما، بيكون قدامه طريقين: إما إن هو يثبت للأهل أو يثبت للمحيطين به إن هو الشخص السيء أو إن هو الشخص الفاشل بشكل ما، أو إن هو ينجح. يمكن ده حصل بالمناسبة مع كريستيانو رونالدو، بالمناسبة استغل الغضب اللي جواه عشان ينجح، عشان يطلع حاجة كبيرة بشكل عكس مثلا الامير هاري اللي بشكل كبير ما قدرش ان هو يعمل ده، وبيحاول ان هو او طول الوقت بيسعى ان هو يدمر نفسه او ان هو يدمر صورته قدام المحيطين بيه بشكل كبير. طيب خلينا نشوف صوره ثانيه كمان لهاري وميغان. هو انت دايما تلاحظي حتى في المايكرو اكسبريشن اللي هو دايما في زم الشفتين او في دايما بيبص على الغضب او المشاعر طول الوقت، لان هو اصلا عنده مشكله مع الاعلام او عنده مشكله مع الصحافه اللي كانت سبب رئيسي في مشاكل والدته او كانت فهو المحرك ليه الغضب. المحرك ليه الغضب، يوم ما ينتهي الغضب ده بشكل ما هيبدا يراجع نفسه يعني يراجع حساباته حتى في علاقته مع ميغان بشكل كبير. غالبا وقتها هيكون في قرارات مختلفه عنده. طيب خلينا نشوف هذا الفيديو المثير للجدل عندما طلبت ميغان من احدى السيدات عدم الوقوف بجانب زوجها لالتقاط صوره. اها طيب انت بتقول لي مصطفى، ايش رايك في هذا الشيء؟ انها صممت انه هي تكون في الوسط. هو حب التملك، انا زي ما قلت لك مفهومها عن الحب هو التملك، ان انا امتلك الشخص ده بشكل كبير. هو ده مفهومه عن الحب، بعكس هو مثلا الامير هاري هو دايما بيكون معطوف في علاقته مع الاخر، او دايما بيحاول يبادر، او دايما بيحاول يدي اكتر، وبيكون متصالح اكتر مع ان هو فكره العطاء اللي بدون مقابل بشكل كبير. فبعكس مثلا ميغان اللي دايما بيكون عندها اهداف بشكل ما او باخر يعني، بس في علاقتها مع الاخر او في مفهومها عن الحب. كل انسان عموما بيكون عنده مفهوم عن الحب، ولذلك يعني مهم ان احنا قبل الجواز بغض النظر عن علاقتها بهاري هنا اللقطه هذه، هل هي مثلا حب الاضواء، حب الشهره، انا في المقدمه، انا لازم اكون في الوسط، انا اللي في الصوره؟ ده مما لا شك فيه، هي حابه انها تكون هي المتسيده، او حابه انها تكون هي المسيطره، ان هي المتحكمه، ان هي المحرك للامور. هي دايما بتحاول تسلط الضوء على الحاجه دي، حتى في الصور اللي بيتصوروها العاديه، ان هي المحرك للشخص ده، مش الشخص ده هو المحرك ليها، ان الشخص ده تابع ليها، هي دي الفكره. والله يعني أكثر يمكن شخصيات العالم كلها تحب إنها يعني تعرف عنها أكثر وكذا، ولكن في النهاية هذا اختيار هاري، وهو شخص بالغ وهو مسؤول عن نفسه، وهذا اختيار ميغان، ونتمنى لهما السعادة. نتمنى لهم. شكرا لك مصطفى، وشكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. شرفتي. مش تعرف الشخص اللي مقابلك قاعد يكذب عليك؟ مش أختك بيان سور. من عيني. فسر لي أكثر. يبين كيف بده يكذب، يبين على الأخر زاد. ملعينين وشنو هو آخر؟ ملعينين وشنو هو آخر؟ هكا حركات نتاع الوجه. ممكن نغزر لعينيه والجريماس تاع وجهه ونعرفوا يكذب وإلا لا. ديما طلعهم الكذابين؟ ديما، عمرهم ما يحصلوا معايا. وبالخبرة نجم نطلعوا أنا مهما كان تكاليف يعني. طلعهم ديما اللي يكذبوا؟ أي.
قابلت برشا كذابين في حياتي، برشا ناس كذابة في وجهك يضحكوا من وجهه من عينيه تحس بيه اللي هو يكذب، يبدا يضحك برشا وعنده ثقة في نفسه ويهدو كل شيء. المشكلة الكذاب يظهر من عينيه، هذيك هي المشكلة. معناها أي عبد ينجم يعرف شكون يكذب شكون ما يكذبش. ما نقول واحد باش تشوفه من أول مرة، أنا قلت لك معناتها يبدا ظاهر سواء من عينيه سواء من تصرفاته سواء معناتها كل مرة وكيفاش.